تانيا موسيماني عنده بعض الغيابات المؤكده وبعض الغيابات اللي هو يعني مش حابب انها تكون موجوده في مقدمتهم، ايمن اشرف وطاهر محمد طاهر اللي هو ما حبش يجازف بيهم، فكشف مصدر داخل الجهاز حقيقه اصابه طاهر بعد ما غاب عن التدريبات الاخيره، تدريبات الجماعيه الاخيره للفريق الاحمر من يوم الاثنين. وحسب المصدر انه طاهر تعرض للاصابه في المباراه الاخيره بالتواء في الكاحل، وده اللي خلى موسيماني يفضل انه يريحه علشان يكون جاهز للقاء الحسم او لقاء مهم جدا في المجموعه مع فيتا كلوب الكونغولي. فموسيماني قال انه عنده يعني اثنين كان ممكن يشاركوا النهارده اللي هم ايمن اشرف وطاهر محمد طاهر، لكن هو بيفضل ان هم يكونوا جاهزين للقاء فيتا كلوب في كونغو يوم 16 مارس علشان ده لقاء مهم جدا بالنسبه لنادي الاهلي، وعلشان كده هو قرر النهارده انه طاهر ما يكونش موجود ولا ايمن يكون موجود. وفي التدريبات الاخيره واضح كده انه هيكون في اعتماد على احمد رمضان الشهير بباكم في مركز الظهير الايسر، ومروان محسن بيقترب كمان هو الاخر من قياده هجوم النادي الاهلي قدام الاسماعيلي. ففي التدريبات الاخيره واضح انه موسيماني حب يعني يدي الفرصه اكتر لمروان بعد تسجيله هدف في اللقاء اللي فات قدام موسيماني في لقاء فيتا كلوب، وقرر ان هو يكون يعني صاحب البدايه النهارده، واحد من اللعيبه المهمه في تشكيله موسيماني، ومقتنع اقتناع كبير بيه، وقرر ان هو يديله الفرصه انه يبقى المهاجم الاساسي في لقاء الاسماعيلي. هل يكون فعلا ده التشكيل مروان محسن في قياده الهجوم؟ خلينا نستنى ونشوف، لكن واضح في التدريبات الاخيره زي ما قلت لكم اعتماده على باكم في المركز الظهير الايسر واعتماده على مروان محسن في مركز المهاجم.